السلام عليكم ومرحبا بكم حبيبتي الغاليه. نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبت لكم اليوم. كما عودتكم ديما نبداو كلامنا بالصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم حبيبتي الغاليه راح نشارك معكم روتين خفيف ظريف، ريحه نشارك معكم سهره وعشه تاع عيد الحب، ماشي مع الزوج تاعي، ريحه نشارك معكم مع الام تاعي يعني والعائله تاعي. كما كنت شاركتكم العام اللي فات يعني المشتركات تاعي القدم راهم على بالهم بلي كل عام عيد الحب نفوتو مع الام تاعي، باسكو هي اول حب واخر حب، وبيان سيغ ثاني البنات هكا، وما ننساش الزوج تاعي ثاني نقولوا ربي يحفظك. المهم يعني صاي درت بروغرام انا واختي كل عام نفوت عيد الحب مع الام تاعنا. دوكا بزاف اللي تقولوا لي حرام ماشي حرام، احنا مهم اني يعني نحبوا هكا نديروا هذاك الحشا هذاك، نبدلوا جو للام تاعنا، نفوتوا سهره وكامل يعني ماناش كل يوم نتلموا، رانا غير امنين ذاك. المهم حبيباتي الغاليات راح نشارك معكم افكار بسيطه خفيفه ظريفه للسهرة ومام هنايا للعشاء. بالنسبة للتحلية تحبوا ديروا جينواز، تحبوا ديروا تحلية، كل وحدة واش تحب دير في السهرة. أنا نحب هذو التحليات اللي ديما شاركتكم بهم ولا شاركتهم معاكم، يعني هذه التحلية راها صاي من اختصاصي، كل مرة نشارككم بها في سهراتي الرومانسية. كما راكم شفتوا حكمت الكاطو شمختو كامل في الحليب ودرتو في السيرسو. من بعد البنات جبت الفلون تاعي، يعني درت باكي تاع فلون، درت لها ثلاث مغارف مايزينا مع ثلاث مغارف سكر ودرتهم فوق النار. بالنسبه للفلون درت له ما بام سيطرو تاع حليب باش يجيني ثقيل، من بعد خلطتهم مليح وفرغتهم في هذاك السيرسو ودخلتهم للكونجيلاتور. بالك راكم شفتوا بلي شويه ساحلي منا ومنا، مي ما تخافوش البنات غير يبرد تقدري تنحي كامل هذيك الزياده. يعني بالنسبه للسهره راح ندير لا سالاد دو فروي وريحه ندير هذيك التحليه، وبالنسبه للعشاء كيما راكم تشوفوا راح ندير لي بروشيت. هنا كدرت لي بروشيت تاع اللحم كيما راكم تشوفوا، درت اللحم هنايا مع الشحم ودرت له بالنسبه للحم درت له غير الملح يعني ما درتلوش كامل التوابل. وبالنسبه للدجاج كدرت له الكيري تاع الدجاج، درت له الموطار شويه زيت شويه خل باسكو ما كانش عندي القارص، وبيان سيغ الملح. ثاني الدجاج كدرتو هنايا في لي بروشيت يعني كيما راكم تشوفوا. هنا راني نحاول نشارك معكم العشاء اللي كدرتو هكا باش تدو افكار، سواء اللي راح دير سهره عائليه ولا سهره مع الزوج تاعي. يعني تقدري ديري لي بروشيت، تقدري ديري لا سوب، تقدري ديري برك لي بروشيت من نص صدر تاع الدجاج مع شويه لي فخيت، يعني كل وحده باش تحب تسلك راسها. وكيما راكم تشوفوا هنا السلطه راني غسلتها ودرتها في الماء، مام هذيك لي فخيت كنت وجدتها باش ندير بها لا سالاد خويا، وجدت الزيتون باش ندير سلطه. المهم حبيباتي الغاليات هنا اول حاجه بديت بها بديت بالحريره بالنسبه للبوراك وديرته في الكونجيلاتور. يعني الخطره الجايه ان شاء الله بربي راح ماشي الخطره الجايه، الفيديو الجاي راح نشارك معاكم واحد لافاخس تاع البوراك، صدقوني البنات ديروها في عينيكم، يعني واحد لافاخس تهبل تهبل وريحه تجيكم بكميه كبيره، يعني بكميه قليله تاع الدجاج رايحه تعمري قريب 50 حبه تاع البوراك. كنت صورت لكم الفيديو مني جات سهرة عيد الحب، قلت خلي نسبق بهذه السهره، من بعد راح نشارك معكم طريقه تاع الحشو تاع البوراك، يعني كميه كبيره واقتصاديه. المهم حبيباتي الغاليات كيما راكم تشوفوا هنايا قلت لكم سبقت بالبوراك، كنت جام فاخسيات ودايرته في الكونجيلاتور. بالنسبه للحريره هنا راه كانت عندي اطيب، السلطه ثاني غسلتها ونقيتها درتها في الماء، التحليه راني درتها في الفريجيدار تبرد يعني تشد روحها، وهنايا لي بروشيت خليهم هما التالين كامل نشويهم، وبيان سيغ ثاني البوراك نخليه هو التالي. هنا وليت لا سالاد دو فخوي، قطعت التشينا كيما راكم تشوفوا، قطعت التفاح مام البانان لي فخيز، وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت مع هذيك لا سالاد دو فخوي، ريحه هنا نبدا ندير لها في التعطيره تاعها ولا نقول لكم الجو تاعها. شوفوا بالنسبه لا سالاد دو فخوي كل واحد كيفاش يديرها، يعني كاين اللي يديروها بالجو، كاين اللي يديروها بالياغورت، كاين اللي يديروها بالمزهر، يعني كل واحد باش يديرها، كاين اللي يديروها بال الليم، يعني انا خطره رحت عند خالتي دارتها انا غير بالليم والسكر، كل واحد باش يديرها. مي انا البنات نحبها بالمزهر مع السكر، يعني غير الفاكهه مع المزهر والسكر رايحه تجي بزاف بنينه. المهم بالنسبه لسالاد دو فخوي بعد ما خلطتها درت لها كميه مليحه تاع المزهر والسكر، درتها في الفريجيدار ثاني شويه تطلق الماء تاعها، وهذيك هي ثاني تبرد مالك غيرها البرد، وليت لهذيك التحليه كيما راكم تشوفوا هنايا، نحيت لها كامل السيرسو تاعها بالموس. يعني بالنسبه للفلون غير يشد
تروحوا مليح تقدروا تنحوا فاسيلمون من السيرسو. برك البنات حاولوا ديروا كميه مليحه تاع المايزينا كيما راكم تشوفوا. الطبقه الاولى درتها غاطو، الزوجه درت فلون عادي درتو بالمايزينا، والطبقه الثالثه كنت درت باكي فلون تاع لي فريز مع نص كاس تاع الماء، يعني خلطتهم مليح فوق النار ودرتهم كطبقه ثالثه. وكيما راكم تشوفوا جات بزاف بنينه، جات بزاف شابه، والديكور تاع حاجه ولا اروع. وبالنسبه للتزيين كنت طلعت كريم شانتيي هنايا زعما باش حبيت نديرها هكا اوريدات، مي البنات ما طلعتليش، يعني جاتني بزاف سائله، درتها هنايا غير نقاط كيما راكم تشوفوا. وبالنسبه للتزيين رايحه نزينها هنايا غير بلي فخاز، يعني هنا كنت درت لها هذا التزيين بعد عاود سقمت برك هذوك الحبيبات تاع لي فخاز. وهنا ولينا لا سالاد دي فروي. بالنسبه لا سالاد فخوي راح نديرها في هذو الكيسان. وبالنسبه للتزيين تاعها كنت درت لها هكا لي مخصو تاع لي فريز، مي في الاخير كامل يعني قبل ما نحطها عاودت رجعت درت لها كميه صغيره تاع الشونتي وحطيت فوقهم هذوك لي فريز. يعني مره الاولى درتها بهذه الطريقه، من بعد عاود درت لها تزيين واحد اخر. يعني هنا حبيت نعطيكم افكار السهره كيفاش ديروها، ولا حتى اذا كانوا جايين عندكم ضيافها هكا ثاني تدوا افكار. يعني بزاف اللي تقول لك ام جايني ضياف مانيش عارفه واش ندير، يعني هذه فكره بزاف شابه تاع عشاء تاع حريره بوراك السلطه، وتزيدي معاهم لي فريت مع لي بروشيت تاع الشوا تاع الصح يجي عشاء الشباب وتاع الصح ثانيك ماهوش رايح يشدك. ومام البنات بالنسبه للتحليات ولا للسهرات تقدروا ديروا غير لا سالاد دو فخوي، تقدروا ديروا هذه التحليه تبدلوا الشكل تاع السيرسو انتم لكم الاختيار. عمرت البنات كيما راكم تشوفوا لي فيغين تاوعي بلا سالاد دو فخوي، وليت هنايا لهذوك لي بروشيت تاع شوا، يعني صاي الحريره وجدات البوراك راهي تقلى، مازال لي غير اللحم نشويه. كنت شويته هنا في هذا الطاجين، بديت باللحم هو الاول، يعني يبدا اللحم شويه يطيب من بعد رايحه نزيد الدجاج، باسكو اللحم يشد شويه في الطياب مي الدجاج ما يشدش بزاف. واللي راها تتوحم نقول لك حبيبتي الغاليه شهيتك في الجنه يا ربي. المهم حبيبتي الغاليات كيما راكم تشوفوا درت هذوك لي بروشيت يطيبوا بعد ما طابوا بيان سور كامل زينتهم في طبسي، مام كنت قليت شويه تاع البطاطا. وهنا رايحه نشارك معكم الطاوله تاعي يعني تاع العشاء. شوفوا صدقوني البنات هنا راني نطيب والصغار راهم مشيطين، يعني ولدي وليد اختي هبلوني هبلوني تاع صح. نولي خايفه من هذاك الكانون اللي يخربوا فيه ولا باسكو صغار وما يعرفوش تاع صح. البنات ديما كي طيبوا حوايج كيما هكا احرزوا اولادكم. وهنا حبيباتي نروحوا للطاوله تاعي تاع العشاء البسيطه اللي كنت درتها للسهرات ولا نقول لكم لعيد الحب، يعني ماشي شرط عيد الحب ولا تاع القول راهم يحتفلوا بيه هما ماما، ماشي عادتنا انا، المهم نفرح وانت عادي الدنيا وما فيها. يعني حبيت هذا النهار نديرو سبيسيال للام تاعي. هنا كيما راكم تشوفوا يعني كنت حطيت هنا لي سادو تاع بل حطيت الطباسه، يعني درت طاوله بسيطه درت لي دو تاع بالفيلكري، مام هذوك الغرافه درتهم في البلون مع الكري، يعني طاوله ابسط منها ما كانش كيما راكم تشوفوا. درت هادو لي صوص، درت هريسه مايونيز مطارد، والتاليه كامل درت مايونيز مع شويه تاع زيتون اخضر. وكنت حطيت ثاني كلي فخيت في طبسي، وكيما راكم تشوفوا ثاني الشوا تاعي هنا كان طاب، يعني هنا صاير راح نحط العشاء. وكيما راكم تشوفوا هذا هو العشاء تاعنا، وقولوا لي رايكم فيه. كيما راكم تشوفوا درت هذيك السلطه غير بالزيتون، ما درتني بصل ني طوماطيش باسكو على بالي ما ياكلوهمش. هذيك الحريره البنات جات تشهي شهيتكم في الجنه، وكنت شاركت معكم شحال من مره الطريقه تاع الحريره، على هذاك ما حبيتش نعاود نوريكم ثانيك. بالنسبه لهذو لي صوص راني قلت لكم واش فيهم، يعني قلت لكم موطار تهريسه مع المايونيز، باسكو ديما البنات تحطوا اشوا حاولوا تحطوا معاه هذو لي صوص، يعني سيرتو الموطارد مع المايونيز. وبالنسبه للبوراك كيما راكم شفتوا ثاني جاء هنا يشهي شهيتكم في الجنه، يعني طاوله بسيطه وتاع الصح. والله يا البنات ما تعيس صدقوني البنات، اللي يكون عندها ضياف ولا تحب دير هكا عشاء ولا عليك وعلى هذه الطاوله. وجدي الحلال تاعك قبل البوراك فخسيه وخبيه في الكونجيلاتور، بالنسبه لي بغوشه ثاني تقدر توجديهم الصباح. وهذا هو كامل البنات العشاء تاعنا، يعني ربي يحفظ لي اميمتي ان شاء الله، ودعوا لي البنات ربي يلم شملنا يا ربي ويرد لنا الغائب اللي راه غايب من الدار. المهم حبيباتي الغاليات كيما تشوفوا اتعشينا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا راني نشارك معكم هذيك الحريره اللي جات بزاف بنينه، وراني نشارك معكم هذاك البوراك مع هذيك لافاخس تاعو اللي تاع الصح جات تهبل. وهنا البنات نروحوا لهذيك التحليه واش رايحه نحط في السهره. بالنسبه للسهره كنت وجدت هذه التحليه اللي كنت شاركتها معاكم، مام هنا كنت درت هكا شوكولا كنت شاركتها ثاني معاكم شحال من مره، يعني غير شوكولا درتها في هذوك لي مول تاع السيليكون، ثاني كنت درت شويه حلوه. بالنسبه لهذيك الشوكولا كنت زينتها بلي فخيز وزدت معاهم الزلابيه. شوفوا البنات
صدقوني جات في خاطري وقلت لازم اليوم نروح نشريها. يعني راني درت لكم عشاء تاع رمضان ولا نقول لكم فطور تاع رمضان مع سهره تاع رمضان. وهنا البنات يعني واش كنت وجدت في سهره عيد الحب، هذا هما كامل التحضيرات. يعني حبيت نعطيكم فكره وحبيت نشارك معكم الطاوله تاع العشاء وتاع السهره. شوفوا البنات هنا حبيت نصور لكم غير لقطات اخفاف، باسكو صدقوني الصغار كامل ما خلاونيش، وكامل ياكم تربوا راكم تعرفوا يخربوا يرفضوا. يعني هنا حبيت نبروفيتي نصور لكم ونكوبي لا فيديو ونروح هكا نقسم عليهم وكامل. يعني كما تشوفوا هنا بالنسبه لصالاد دو فري لكم ستيلها شويه شانتيي، بالنسبه لهذيك الشوكولا حطيتها غير هكا مع لي فريز مع هذيك التحليه، وهنا حطيت الزلابيه والحلوه. يعني هنا كنت مازال ما كملتش كامل التحضيرات المغارف طباسها وكامل. المهم يعني واخر حاجه حنشاركها معكم واللي هي هذه التحليه. يعني شوفوا البنات تقوني تجي بزاف شباب بزاف ابنينه، وما يمكن تقسموها تاع الصح ريحه ترفد لكم. وهنا حبيت نختم معكم لا فيديو بحاجه شابه حاجه حلوه، نقولكم ربي يحلي كامل اياماتكم. وصلنا لاخر الفيديو، نقولكم ما تنساوش جيم وكومونتير لا فيديو، ان شاء الله الفيديو كان عجبكم، ان شاء الله ما كنتش ثقيله عليكم. الى فيديو اخر يا ربي انصبكم بخير، تهلاو لي في روحكم، سلام.